خلينا نخص المرأة شوي اليوم بالتغذية وجسمها، يعني احتياجات المرأة بتتغير طبعا حسب عمرها، حسب هرموناتها، حسب كتير عوامل، حمل، ولادة، حتى يقولك بالزواج والله نحن أكلنا نفسه بس تغيرت هرموناتنا، ولكن لا، الأكل كتير بيلعب دور والغذاء. من المفيد أنه نعرف نحن شو عم ناكل خلال فترة يومنا، هل نحن عم ناكل أشياء صحية أو مجرد نحس أنه نحن شبعنا شو ما كان عم يدخل على جسمنا دون الرجوع إلى المواد يلي نحن عم ندخلها لجسمنا، سواء سكريات أو كربوهيدرات أو حتى بروتينات بطريقة عشوائية. التنظيم مهم بكل شيء. تفاصيل عن هذا الموضوع وعن سلامة وصحة جسم الإنسان وخاصة طريقة التغذية الصحيحة واتباع الطرق الواجبة معنا وردة جبور. أهلا وسهلا فيكي وردة، اختصاصية دكتورة وردة جبور، اختصاصية بالتغذية. نورت صباحنا. تسلمي، صباح الخير. يسعد صباحك. يعني مثل ما قالت سالي بالبداية، يمكن كتير بنسمع هاي الجملة انه المرأة لما تصير حامل بشكل عام تتغير هرمونات جسمها، هذا التغير بيأثر على المزاج العام اللي بينعكس بالأكلات. في ناس بتقول انا بالحمل كنت اكل اكل ما كنت اكله بالاوقات الطبيعيه، ما كنت اقدر اقرب عليه او شم ريحته. في ناس بتقول هي فتره وحام وما الى ذلك. خلينا نحكي عن الاغذيه اللي بتاثر على المزاج وارتباطيه هذا الشيء عند المراه الحامل. طيب خلينا اول شيء نحكي عن بدايه عن الدوره الشهريه وقديش هي لها علاقه باختلاف المزاج. هلا كثير اشخاص ما بيعرفوا انه النظام الغذائي هو بيعكس نوعا ما على التاثيرات اللي بتصير او الخربطه الهرمونيه اللي بتصير خلال فتره الدوره الشهريه. فمثلا نحن في كثير خلال فتره الدوره بنعاني من مشاكل مثل مثلا احتباس سوائل، اسهال، امساك، مشاكل الكولون. بيختلف من شخص لاخر حسب حسب يعني طبيعة جسمه، أو فينا نقول أنه هو مو كل الأشخاص بتعاني من نفس الأعراض، هي حسب حساسية الأشخاص. هلا خلينا نحكي عن المزاج خلال هاي الفتره. هلا بما انه بفتره الدوره الشهريه هي الهرمون الاستروجين والبروجسترون هن بينخفضوا، فهذا بيخلينا عرضه اكثر للشراهه بالاكل، لانه هن متعلقين بالمزاج ومتعلقين بالاكل. فنحن دائما بهي الفتره بنتجه باتجاه الحلو، بنتجه باتجاه الاكل الفاست فود، في اشخاص بيتجهوا بدل الاكل الحلو الاكل المالح، فهو هذا الشيء كثير بيلعب دور. كمان إلى علاقة بال مثلا نحن وقت بصير عنا دورة شهرية، فهذا الشيء بيخلي بنخفض فينا نقول الضغط والسكر، فنحن كمان بنضطر انه نحن ناكل حلو او اكل جاهز. هي دائما اول سؤال بيرتبط بالدورة بين التغذية، انه ليش نحن دائما بنشتهي الحلو، بشتهي اكل بشراهة، ما بعد عندي كنترول. كمان نحن دائما بنربط هدول الشغلات بهرمون السعادة، انه انا بس اكلهم انا رح احس حالي مبسوطة، فهن لهم علاقة طبعا، لانه هرمون السعادة بيرتفع بس نحن ناكل مثلا حلو او تمام او اكل جاهز او اكل مقلي خليني اقول، فهذا الشيء كثير له علاقة ببعض. تمام. لا يعني يمكن عم تحطينا تفاصيل عن جد كل بنت بتسألها دكتورة، وخاصة نحن بفترة معينة متقلبة المزاج، متقلبة الهرمونات، ويمكن كل شهر بيفرق عن شهر. منلاحظ شهر بياكلوا قبل الدورة وشهر بعدها، يعني أحيانا لا، في عالم أو في نساء أو صبايا تنقطع عند الشهية، فهي نتيجة تغير الهرمون. فينا نحكي هلأ عن الشيء كمان المتوازن اللي فيها تتبعه الصبية أو المرأة يعدل مزاجها وما يأذيها يكون مؤذي. هلأ أو خليني أحكي عن الشغلات اللي ممكن نتبعه. ممتاز. اللي مثلا بتخفف من الأعراض. خليني أقول لك يعني في نظام غذائي، هي فترة البي ام اس اللي هي فترة ما قبل الدورة، اللي هي تقريبا بين 4 إلى 7 أيام، هي بنسميها فترة بي ام اس، يعني اللي هي ما قبل ما تجينا الدورة الشهرية. هلأ هي طبعا دورة شهرية بتختلف من أشخاص لأشخاص، في عالم 28 يوم، في عالم 30، مهم نكون عم نحسب بشكل دوري. هلا
منبلش دراسات كثير اكدت قديش الكالسيوم اذا نحن اخذناه بفتره البي ام اس اللي هي فتره ما قبل الدوره تقريبا بما يعادل 1000 ملي جرام باليوم، يعني ما يعادل 3 كاسات حليب، قديش هي بتخفف من اعراض الالام او التقلصات الرحم اللي بتصير خلال فتره الدوره الشهريه. كمان الكافيين، قديش الاشخاص اللي هن بيستهلكوا كثير قهوه، في كثير سيدات بيستهلكوا 3-4 فنجين هذا عريق بغض النظر عن الكفايه اليوم. 100% كثير بيأثر، اول شيء لانه نحن قديش له علاقه الكافيين وكثرته على الستريس وعلى الضغط النفسي، ثاني شيء نحن عندنا ضغط منخفض، فنحن كثره الكافيين لهي الدرجه رح تخلينا نطلب سكر اكثر، رح تخلينا نتجه باتجاه الحلو لانه نحن بصير منخفض اكثر الضغط عنا. كمان خلينا نحكي قديش مهم انه نحن نخفف من الملح. هلا بفتره الدوره الشهريه نحن بصير في عندنا احتباس سوائل، وهي من اكثر الاعراض اللي بتعاني منها السيدات، وبتقولي انه انا زايدة كيلو، زايدة كيلو ونص، أحياناً ثلاثة. تماماً، أحياناً ثلاثة حسب ما فترة ما قبل الدورة أو الفترة بي أم أس قديش نحن أكلين ملح وقديش أكلين مخللات، هذا الشيء كتير بيأثر. فنحن مشان هيك نحن عم نجهز جسمنا للتغذية ما قبل ما تجينا الدورة مشان تخفف من هاي الأعراض. فنحن إذا من قبل بوقت نحن مخففين ملح، محاولين نزيد كمية الماء، على العكس ما معتقد أنه نحن بس نشرب ماء كتير هو بزيد الاحتباس، لا بالعكس، نحن كل ما زدنا شرب ماء هو يخف الاحتباس، لأنه بصير في توازن بين الصوديوم والماء، فمشان هيك بيعدل هذا الوضع، بيخلي يخرج هذا الاحتباس السوائل من الجسم. طيب هلا نحن حكينا عن حاله يمكن بيعاني منها كل السيدات المتزوجات او حتى الفتيات، خلينا نرجع للسؤال اللي سالتك اياه بالبدايه اللي هو ارتباط الهرمونات بالحمل، قديش بتتاثر السيده فيه، وهل فعلا في اغذيه هي بتاثر اكثر خلال الاشهر الاولى ولا لا؟ هلا خلال فترة الأشهر الأولى كتير سيدات بتوقعوا إنه نحن لازم ناكل أكثر، لازم آكل عني وعن البيبي، وبصيروا أهلها يدللوها إنه تماماً إنه لازم تاكل أكثر، لهيك بتلاقي زيادة وزن عالية أحياناً. تماماً، هو الفكرة اللي حابة أربطها بأول خاصة بأول 3 شهور بالحمل، نحن لازم نأكد على النوعية وليست على الكمية، يعني نحن دائماً بأول فترة 3 شهور نحن كأخصائيين تغذية ما بنزيد لكمية الأكل، بل من نأكد له عن النوعيات اللي نحن لازم ناكلها، يعني نحن لازم مثلا نخفف المنبهات، نحاول نأكد على الخضرة، الفواكه، البروتين، الحليب، البيض، خاصة انه هي تكون بتاخد فوليك اسيد. في شيء بيفتح النفس، لانه دائما بنقول انه هي ما بتقدر تاكل، ما لها نفس تاكل، او حتى اذا عم تاكل شيء عم تاكل كمية قليلة، فشو هي الأغذية اللي ممكن تساعدها انه يكون قابليتها مفتوحة؟ تمام، هلا هي بتختلف من حامل لحامل، يعني في اشخاص بيكون عندهم لعية كثير اعراض، فهي مثلا غثيان او اوجاع مثلا بالكولون، ممكن احتباس، فهو حسب كل عرض من الاعراض بيختلف حسب طريقه علاجه. الفوليك اسيد شو له علاقه بالغذاء؟ يا ريت بس هيك نوضح، لانه يمكن طرقتي له دكتوره. هلا الفوليك اسيد هو له علاقه بنمو الجنين، بهي الفتره هو لازم، ما له علاقه بالدم ولا بالشيء طبعا بلا، بس هو علاقه بنمو الجنين لحتى ينمو بشكل طبيعي خلال الفترة الأول 3 شهور، مشان يكون بهي الفترة بيكون له علاقة بالأعصاب، فهو مشان يكون فيني أقول التشكل صحيح لازم دائما دكتور بكتب له فوليك أسيد، هذا لكل السيدات مو بغض النظر عن يعني مو بغض النظر إذا عندها فقر دم أو لا. يعني ايضا كمان دكتوره ورده بدنا ننوه للاطعمه اللي لازم تاخذها المراه سواء كانت حامل او مقبله على الحمل لتجنب، يعني هلا كنا عم نحكي ضمن حديثنا انه بدللوها كثير فبيطعموها رز وعجين وكل شيء كلي عادي هلا فتره حمل، فبتصير عندها زياده وزن، يمكن هي الزياده مع تقل الجنين تسبب لها شغلات تانية، فيعني كيف لازم تنظم غذائها وتاخذ الكميات المسموح فيها دون زيادة أو نقصان؟ تمام، هلا انا بفضل دائما قبل ما توصل لمرحلة انه هي تقرر بدها تصير حامل، تحاول قدر المستطاع تكون محافظة على وزنها او تتابع مع اخصائي التغذيه بما انه بلشت بالحمل، يعني اذا كان عندها زياده وزن فهي اكيد ما رح تزيد 12 كيلو فوق
فوق الحمل اللي عندها. مشان هيك لازم ننتبه، اول فكره انه نحن نحاول يكون وزننا اذا مو طبيعي فهو قريب من الطبيعي. هلا بالنسبه للتغذيه فيني اقول لكم انه يكون اول شيء تتاكد انه هي ما عندها نقص لا بالحديد لا بالكالسيوم لا بفيتامين د، لانه هذا الشيء كثير بياثر على يعني هي بالنهايه هي اللي رح تنضر، الجنين بالنهايه رح ياخذ من مخزون اللي عندها وهي اللي رح تنضر، هي رح يصير عندها نقص مع العمر بيظهر نتيجه من ولاده لولاده، هو هذا الشيء كثير رح ياثر. هلا هي بدايه. ثاني شيء نحن نحاول ناخذ من حبتين لثلاثه فواكه، ناكد على الاوميجا 3 والمكسرات وزيت الزيتون والخضار، مشان الخضار بغض النظر عن الالياف والفيتامينات اللي فيها كمان بتحسس بالشبع لفترة أطول. تماما. مشتقات ألبان أجبان سواء جبنة لبنة حليب لبن، كل هدول نحاول ناخذهم بشكل معتدل. نحاول يكون يعني نحاول نحن مثلا بعد أكثر شيء عن الشغلات اللي بتزيد الوزن اللي هي السكر، هي الأكل الجاهز اللي هي النقرشة، أو نحن يعني مجتمعات سورية كتير عندهم هدول الأساس النقرشة اللي هي كتير ما بننتبه لها قديش هي بتزيد الوزن والوصول لحد الشبع. يعني نحن مو دائما نحاول نمضي اليوم ونرجع بعد ساعه نجوع ونرجع بناكل، يعني نحاول نحدد الساعه بيولوجيه ناكل فيها، او نحاول ننقي اوقات. يعني الفطور وجبه جدا اساسيه وكثير سيدات هي بتختصرها تماما بتختصرها، وهذا الشيء غلط. اول شيء لانه هي بترفع معدل الحرق او معدل الاستقلاب، لانه الغده الدرقيه هي غده صباحيه، يعني هي كل ما اشتغلت الصبح هو بيزيد معدل الحرق عنا بشكل اعلى. فمشان هيك نحن نحاول قدر المستطاع انه نحن ما ناخذ وجبه، نحن ما نقفي فيني اقول وجبه الفطور، ونحاول نركز فيها على البروتين اللي هو بيض اللي هو حليب اللي هو مثلا لبن وثلاث تمرات جبنه لبنه، نحاول يكون فيها وجبه بروتين اول شيء مشان تقيتنا بنهارنا لليوم، وبنفس الوقت هذا الشيء افضل. طيب دكتورة خلينا نحكي عن حالة من الحالات بنشوفها هلأ كتير موجودة وأغلبها بين الصبايا، يعني اليوم بنشوف بتقلك أنا بفطر ممكن أفطر فطور خفيف، أتغدى غدا خفيف، ما أتعشى بس النقرشات عندي أساسية، بيعوضوا هدول عن هدول. يعني بتقلك مثلا أنا لازم أكل قطعة شوكولا باليوم أو قطعتين، أو أكل كيس شيبس، فيني أكل بعد الظهر كيس شيبس وشوكولا وبالليل ما أتعشى، هيك ما بكون أثرت ما باخذ وزن زيادة. وخصوصا أنه في صبايا حتى هن بيكونوا اللي بيقولوا جسمهم ما كتير بيبين عليه الوزن، فهدول بتلاقيهم بياكلوا كتير أكلات ما بيبين عليها الوزن بغض النظر إذا هي مفيدة أو ما أنا مفيدة. فشو رأيك بهذا النظام؟ طيب هلا اول شيء هذا النظام هو ما فينا نحكم اذا هو خليني اقول لك بيزيد الوزن او لا، لانه هو بيختلف من شخص لشخص. يعني في اشخاص مثلا بياكلوا كل يوم شوكولا بس هن ضمن سعراتهم، يعني مثلا انت حاجتك كطولك ووزنك لنفترض 2000 سعره، فانت طالما عم تاكلي قطعتين شوكولا ضمن سعراتك فهذا الشيء هو ما رح يزيد لك بالوزن، هي بدايه. بس بنفس الوقت نحن طالما ما عم ناكل شغلات مغذيه فهو بالنهايه رح يظهر علينا اعراض مع الوقت المتقدم. يعني وقت نحن ما بنكون عم ناكل فطور وغدا وعشاء مناسبين، واغلب الاوقات عم نقضي سعراتنا الحراريه بشغلات ما أنا مفيده، بالنهايه رح يبين ضرر من الاضرار سواء بالمناعه وخاصة هلأ بفترة الكورونا كتير أكدنا قديش التغذية هي أساس لجهازنا المناعي يكون أقوى. بالنسبة للفيتامينات، بالنسبة خاصة نحن المرأة بشكل عام أو السيدات، إحنا معرضين لدورة شهرية ولخسارة حديد شهريا، فنحن لازم نهتم بتغذيتنا أكثر بغض النظر إذا نحن عم نفوت ضمن سعراتنا شغلة هي ممنوعة أو لا. يمكن دكتورة مسألة التغذية هي معنا مسألة خلينا نقول آنية أو وقتية، وقت وحدة بدها تحمل هي بس تضبط أكلها، أو وحدة بدها تعمل رياضة، هي عملية مستمرة يمكن لجسم يضل على نفس الوتيرة. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا مع المعلومات أيضا المفيدة والهامة والتفاصيل اللي فتنا فيها اللي قدرنا نحن نستفيد منها، وإن شاء الله قدروا مشاهدينا يستفيدوا منها. نورت صباحنا. شكرا لك دكتور ولك كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم. نتمنى اكيد سالي يكون الكل استفاد، وخصوصا انه حكينا عن اكثر من حد، عن المراه الحامل، عن الصبايا بشكل عام، حكينا عن كثير امور. شكرا لك دكتوره.